السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليبر ده بيعمل ايه؟ أول ما حاجة بيعمل حاجة تانية، يعني أول ما بينشر في الفيسبوك ولينكدين وهكذا. ده ساعات كتيرة بستخدمه، هو موقع تاني اسمه أي إكس تي، فممكن نربطه بالشات جي بي تي، بحيث إن هو أول ما تبعت أي حاجة أو أي سؤال ياخد الكلام دوت وينشره في المدونة وينشره في الفيسبوك. فالطريقة هنا مشروع بطريقة سهلة جدا، كل اللي عليك إن أنت تربط بيه كريت نيو سيكريت كي دوت، وبعد كده هتقول له أنا عايز أضيف كونكشن ونتوصل. وأول ما تكتب أي مقالة تقول له مثلا احطها لي مثلا في تريلو أو احطها لي في لينكد إن وهكذا. ربطنا الأوبن إي آي سند برومت، يعني اول ما تكتب اي حاجه عليه تساله اي سؤال ياخد الكلام دوت يبدا ان هو ينشره. ده كل ده هيتم اوتوماتيك بدل ما تاخد كل حاجه مانيوال، لا هو هيخلص على طول. ممكن تكون بتسال مثلا ايه افكار بيع السيارات، ايه افضل انواع السيارات، لو انت عامل مدونه على السيارات